السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور نازيه سليمان يرحب بكم من صفحة مانتون السمنودي، والمحاضرة الأولى من المستوى الاحترافي الثاني للتفريق بين الأثر الأصلي والمقلد. في المحاضرات الأولى من هذا المستوى بإذن الله تعالى سوف نجيب عن بعض الأسئلة التي تم طرحها خلال المستوى الأول من الدورة، وفي باقي المحاضرات سوف نتكلم عن التفريق بين الأثر الأصلي والمقلد في الآثار اليونانية الرومانية والآثار القبطية والإسلامية. هيكون معنا في مجريات الدورة بإذن الله تعالى مجموعة من مفتشين الآثار ومجموعة من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين في مجالاتهم. بإذن الله تعالى النهاردة هنجاوب عن سؤال تم طرحه بكثرة خلال الدورة الأولى، وكان السؤال كالآتي: هل الزئبق الأحمر موجود أو غير موجود؟ فإذا كان موجود، ما هي الخصائص الكيميائية؟ ما هي الرمز الكيميائي؟ ما هو الرمز الكيميائي ليه؟ ما هو استخداماته؟ وأين يوجد؟ وإذا كان غير ذلك، فما الرد على الإشاعات المنتشرة حول موضوع الزئبق الأحمر؟ هنعرض الموضوع الأول بصورة علمية، وياريت كل الناس اللي هتكون ليها تعليقات عن على الحلقة يكون التعليق علمي، يكون الرد في نقاط معينة، سواء الناس اللي بترد بالإيجاب أو الرفض. النهاردة هنتكلم عن الزئبق، وهناخد الموضوع في مجموعة من المحاور. المحور الأول: ما هو الزئبق؟ الزئبق العادي، ما هو الزئبق؟ الزئبق عنصر كيميائي رمزه HG، عدده الذري 80، اللون المعروف فضي، الكثافة 1354 جرام على سنتي تكعيب، وبيتجمد عند درجة حرارة سالب 38.9. يصل الزئبق إلى الغليان عند درجة حرارة 356.9، وتعتبر درجة الصفر المطلق له سالب 273.16، وهي درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات. ما هو خصائص الزئبق؟ احنا عرفنا الزئبق كعنصر كيميائي. الزئبق ده ايه خصائصه، او ما هي اهم الخصائص الكيميائية للزئبق؟ اهم الخصائص الكيميائية للزئبق: واحد، انه هو موصل ممتاز جدا للكهرباء، حيث انه لا يقاوم التيار الكهربي، دي رقم واحد. 2، مميزاته ايضا انه ينتج مجالات مغناطيسية شديدة بدون استخدام ملفات حديدية ولا معدنية، كما انه يمكنه تخزين الكهرباء دون الحاجة الى وحدات تخزين داخله. وهنا يأتي السؤال: هل الزئبق كمادة عرف قديما في الحضارات القديمة، او تم استخدامه في الحضارات القديمة؟ اول ذكر للزئبق موثق كان عند الرومان، وكان يطلق عليه ساعي الآلهة السريع، ثم ذكره البيروني في كتابه الجمهرة في معرفة الجواهر، وخصص ليه فصل كامل في الكتاب تكلم عنه. وهنا يأتي السؤال: كيف ينتج الزئبق من الطبيعة؟ الزئبق يا جماعة بيجي من البراكين، بعد ما بتصور البراكين بيترسب مجموعة من المركبات والمعادن وغيره، من ضمنها كبريتيد الزئبق. طبعا بعد الحصول عليه وغليانه وتبخيره وتكثيفه بينتج عندنا الزئبق اللي هو معروف لدينا، اللي هو الزئبق الأبيض العادي. طبعا الزئبق كمادة استخدمت قديما، ومن ضمن الناس او اكتر الناس اللي حاولوا استخدام الزئبق كانوا الرومان، فحاولوا تحويله لذهب، ولما فشلوا في تحويله بدأوا يستخدموه في مجموعة من الحاجات الحياتية عندهم زي القبعات الجلدية، وكانوا بيستخدموه ان هو بيعملوا منه مصابيح للاضاءة او حشوات للاسنان، وطبعا كان الزئبق مفيد ليهم في هذه الامور. لكن السؤال الاهم: هل الزئبق كمادة، سواء بقى الزئبق الأحمر أو الزئبق الأبيض أو أي زئبق، هل هو مفيد لجسم الإنسان؟ الزئبق مادة سامة جدا، وأول تدمير بتلعب عليه المادة الكيميائية اللي في الزئبق هو الجهاز العصبي. تأثير الزئبق بالغ الخطورة على الخلايا العصبية في جسم الإنسان. والجسم بتاع الإنسان الطبيعي يعني ما قدرش يتحمل أكتر من 1 ميكروجرام في لكل 10 كيلو، 1 ميكروجرام لكل 10 كيلو. يعني لو افترضنا ان في انسان وزنه 70 كيلو،
لو خد 7 ميكرو جرام في على مدار يوم كامل بيكون ده بيصنف تحت حالة خطيرة جدا، ده بيصنف تحت الحالات الخطيرة، يعني ده كده بيدخل في حالة الخطر. المفروض ان هو يحصل على اقل من كده، ده في حالة طبعا اذا كان في تونة، اذا كان في علاج، لان احنا عارفين ان في مركبات كتيرة بيكون فيها ايه، بيكون فيها زئبق بنسب ايه، بنسب ضئيلة. فالزئبق مادة سامة جدا للانسان. طيب الزئبق الاحمر ده هل موجود ولا مش موجود؟ طب القصة بتاعته بدأت ازاي؟ هقول لكم القصة بدأت ازاي. القصة بدأت يا جماعة مع الاستاذ زكي سعد في اوائل الاربعينيات. الاستاذ زكي سعد مفتش اثار وكان شغال في الاقصر في مقبره امون تيف نخت من الاسره 27. الراجل واجد داخل التابوت سائل لونه بني مايل للاحمرار. تم تعبئه السائل ده في زجاجه او قاروره وتم وضعها في متحف التحنيط في الاقصر، وهنا ظهرت اشاعه الزئبق الاحمر. تعرض المتحف في الفترة اللي بعد الاكتشاف ده لمجموعة من محاولات السرقة، الى ان تم قرار بان المادة دي تتحلل ونعرف المركبات اللي فيها ايه، والمركبات دي جاية ازاي، وهل ده زئبق ولا هل مادة كيميائية، طب ايه المركبات اللي فيه. وبالفعل تم تحليل المادة الكيميائية اللي كانت نتيجتها كالاتي. ثبت كيميائيا ان المادة المستخرجة من تابوت امون تيف نخت عبارة عن مركب طبيعي فيه 90 و86% منه سوائل آدمية، ماء واملاح آدمية ودم وانسجة رقيقة من جسم الانسان، وكلها كانت حاجات ناتجة عن عملية التحنيط طبعا اللي تمت سريعا، وكان فيه مركبات كيميائية او مركبات من او ادوات من الحاجات اللي كانت بتاعة التحنيط موجودة داخل التابوت. مركبات من المواد اللي كانت بيستخدمها مصر القديم في التحنيط موجودة داخل التابوت، فعملت المادة دي مع بقايا الدم والكلام ده. وكمان 7 و36% املاح معدنيه زي ملح النطرون، و12% من المية محلول محاليل الامينيه ومحلول صابونيه والكلام ده، و1.65% من المية رتنج وصمغ. وبكده اتضح ان الماده اللي استخرجت من مقبره امون تيف نخت اللي حصل عليها الضجه وحصل عليها القصة بتاعت الزئبق الأحمر هي مادة طبيعية جدا خرجت أو بقايا ورواسب حصلت أو تبقت بعد موضوع التحنيط. انتهت قصة الزجاجة، لكن فضلت قصة الزئبق مستمرة إلى أيامنا هذه. في القرن الماضي واحد ألماني راح الأردن، وبمساعدة واحد أردني اسمه إبراهيم بدأ الراجل ده يشتري الماكينات بتاعة الخياطة من ماركات معينة ويخزنها ويشتري منها كميات كبيرة لحد تقريبا ما جمع عدد كبير منها. وبعد كده بدأ يطلع إشاعة إن الماكينة دي فيها زئبق أحمر، وبدأت الأهالي في الأردن تشتري الماكينة بشكل رهيب، وبدأ الطلب عليها يزيد، وبدأ سعرها يوصل لحوالي 100,000 أو أكتر. وبدأ هذا الرجل الألماني يطلع الماكينات دي ويبدأ يبيعها عن طريق موزعين لديه للأهالي، يعني لمها بالرخيص وبدأ يبيعها بإيه بالغالي. وطبعا في الأردن تم القاء القبض عليه وعلى إبراهيم اللي هو كان بيساعده، وتوجهت لهم تهم كثيرة، طبعا كانت تهمة النصب أولها. انتهت قصة الماكينة وبدأ يظهر قصة الراديو، وبعد كده قصة التلفزيون، وبعد كده قصة المنبه، وقصص كتيرة بدأت تظهر على موضوع الزئبق في دول الوطن العربي زي مصر وليبيا والمغرب والجزائر. وبدأت الناس تتهافت على شراء الحاجات دي تحت وهم او تحت طلب الغنى، ان الناس عايزة تغنى وعايز الثراء فاحش وعايز، فبدأت الناس تشتري الحاجات دي، وطبعا هي مش موجود جواها اي حاجة اصلا. تمام؟ طبعا بدأ النصابين يتفننوا في الموضوع ده، كل واحد يخترع حاجة ويقول ايه ده، يجمعها الاول وبعد كده يخترع ان الحاجة دي فيها زئبق والحاجة دي موجودة فنقين الناس تشتريها. وطبعا اخرهم الاكذوبة اللي مشهورة جدا الايام دي اللي هي اكذوبة عش الخفاش. عش الخفاش دي اكبر كدبة واجمل كدبة انا سمعتها في حياتي، يعني كدبة جميلة كده لذيذة تخليك ايه تضحك. هل الخفاش اصلا ليه عش ولا ملهوش عش؟ الخفاش اساسا ملهوش عش. فيه 1070 نوع من الخفاش، 1070 نوع من الخفافيش، نوع واحد بس منهم اللي هو معروف اللي هو مصاص الدماء او اللي بيعرف باسم دراكولا، وده بيوجد في جنوب امريكا.
ولا يوجد نهائي لا في افريقيا ولا في الشرق الاوسط كله حاجه اسمها الخفاش دراكولا او مصاص الدماء، ده اساسا مش موجود. الخفاش غالبا يا جماعه بيكون مستوطن الكهوف والبيوت القديمه، وبنشوفه متعلق في الكهوف ومتعلق في البيوت وكده، بيتعلق بيثبت اجنحته ورجليه في سقف او في الحجر وبيعيش. ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه بكده، وظائف الجسد عنده بتشتغل على كده، وظائف جسمه بتشتغل لكده. لكن هل الخفاش فيه ماده بعيد بقى عن الزئبق بتساعد في علاج التجلطات الدمويه؟ اه بالفعل فيه، ومش في مش في دراكولا، ده في كل الخفافيش، في كل انواع الخفافيش فيها ماده بتساعد في تجلطات الدم. طب الماده دي فين؟ الماده دي بتفرز في لعاب الخفاش، في لعابه يعني، لا دم حيض ولا دم مش عارف ايه ولا الكلام اللي بيتقال خالص ده نهائي، لا ده في اللعاب بتاعه، وبيتم استخدام الماده دي في ان هي بيعملوا منها العقاقير المضاده لتجلطات الدم. يعني قصه الخفاش دي مش موجوده. طب ايش الخفاش ده بيتعمل ازاي؟ وليه لما بنقرب منه تومه بيتحرك، او بنقرب منه مغناطيس بيتحرك؟ ايه القصه؟ القصه دي يا جماعه بدات في المغرب، القصه بدات في دوله المغرب الشقيقه، وبيتم ان هم بيجيبوا انبوبه اللي هي البالونه وبيحطوا جواها اي ماده لونها احمر، اي سائل لونه احمر، مع براده مغناطيس، وبيحطوها جوه البالونه دي وبيربطوا البالونه. وبعد كده بيجيبوا كرتون او ورق مقاوم وبيعجنوه، او بيضربوه في الخلاط وبيعجنوه مع طينه الصلصال اللي هي لونها بني غامق، وبيعجنوها. وبعدين بيجوا عاملينها حوالين البالونه كده، بيطلوها حوالين البالونه لحد ما يعملوا لنا الشكل اللي احنا شفناه موجود على اليوتيوب والموجود في الصور قدامنا ده، ان هو يقولوا ده انا ده عيش الخفاش وبيعلقوه في السقف. طيب لما بيقربوا منه توم او مغناطيس بيتحرك ليه؟ معروف ان التوم اي حاجه فيها مغناطيس بيحركها، لانه اصلا بينتج مجال مغناطيسي، التومه بتنتج مجال مغناطيسي، فبتتعارض مع المجال المغناطيسي الموجود داخل البالونه فبتتحرك. ولو قرب مغناطيس المغناطيس بيتعارض مع المغناطيس فبيتحرك، بيتحرك يعني سواء لو القطرين موجبين او موجب وسالب، يعني بيتحرك بالتنافر او بالتقارب، فكده كده البالونه دي هتتحرك، او الشكل اللي قدامنا اللي هم عاملينه زي العش ده هيتحرك. لكن مفيش حاجه اسمها عش خفاش، ولا في حاجه اسمها دم الحيض في الخفاش، ولا في حاجه اسمها زئبق احمر من الاساس، كلها قصه نصب. واللي عايز يعلق ويقول لا ده الزئبق الاحمر موجود، ويجيب فيديوهات من موجوده على اليوتيوب اللي هي كلها مواد كيميائيه لونها احمر او سوائل او زيوت لونها احمر وبيتم النصب بيها على البسطاء، يقول لنا الرمز الكيميائي ايه للزئبق الاحمر، مركباته ايه، ويتكلم عن الموضوع بصوره علميه. يعني عايزين ادله علميه كيميائيه كده، حد يكون كيميائي فاهم ويطلع يقول لا ده الكلام اللي انت قلته ده مش صح، ده في زئبق احمر وشكله كذا. الزئبق هو مادة من ربع المستحيلات كيميائيا انها هي تندمج مع اي مادة كيميائية تانية، لان الكثافة بتاعته ما تتقبلش ان هو يمتزج مع اي مادة. لكن هل في زئبق مشع؟ اه في زئبق مشع، لان من ضمن نظائر الزئبق ليه نظائر من ضمنها نظير مشع. لكن نظير المشع ده بيصنع في دول كتيرة في العالم، من اشهرها طبعا روسيا والمانيا، وبالذات الروس متخصصين في الموضوع ده، وبينتجوا النظائر المشعه اللي الله اعلم بقى هل بيتم استخدامها في الاسلحه النوويه والكيميائيه والكلام ده، لان ده مش تخصصنا. لكن هل النظير ده لونه احمر؟ طبعا لا، مفيش نظير للزئبق لونه احمر. اللي لونه احمر فقط هو اكسيد الزئبق، وده بيبقى عباره عن حاجه زي البودره كده، بتبقى دي اكسيد من اكاسيد الزئبق، الزئبق بيتم اكسدته، والاكسده بتاعته ممكن ما يكونش لونه احمر كمان، بيكون كله لونه اسود. لكن هل الزئبق نفسه كماده كيميائيه موجود لونه احمر او لونه اسود؟ لا، ملوش اي فايده، ملوش اي علاقه بالفراعنه، ملوش اي علاقه بالاثار، ملوش اي علاقه بتاريخنا ولا بحضارتنا، لم يتم ذكره لا في نصوص الاهرامات ولا في نصوص التوابيت ولا في نصوص المقابر ولا في اي نقش ولا في اي برديه ولا على اي تمثال ولا في اي حته، ما حدش ذكره خالص، ما حدش اتكلم عنه، لا من قريب ولا من بعيد. ولو افترضنا ان كانت الماده الموجوده في تابوت امون تفنخت وكانت سليمه وبعد كده خدوها وباعوها، طب يعني مش معقول كل علماء الاثار اللي جم اشتغلوا في مصر في المقابر الملكيه وكل الناس اللي اشتغلت المصريين وغير المصريين كلهم حراميه هياخدوا ويبيعوا؟ فالمفروض ان الزئبق الاحمر اساسا لو هو موجود كنا هنلاقي ليه نماذج موجوده في المتاحف، ده يعني ده شيء بديهي، لو الزئبق الاحمر ده كماده موجوده كنا هنلاقي ليها
يعني حاجات كده في المتاحف، كنا نلاقي كده أمبول زئبق موجود في متحف برلين، موجود في متحف المتحف المصري، موجود في أي متحف في العالم، لكن ما فيش الكلام ده. ليه؟ لأن الكلام ده هو عبارة عن نصبايا اخترعها الناس عشان ينصبوا بيها على البسطاء والفقراء، لكن هو علميا غير موجود في الطبيعة أصلا. فإزاي مادة غير موجودة الفراعنة جابوها ووجدوها وحطوها واستخدموها، وحطوها في حنجرة الموميا، وحطوها في قصبة رجل الموميا، وحطوها في ظهر الموميا، وإيه الموميا هتستفيد إيه من مادة كيميائية موجودة داخلها؟ إيه اللي هتستفيد الموميا؟ طبعا الموضوع ملوش أي علاقة أو أي درجة من درجات الصحة. أتمنى إن أنا أكون قدرت أجاوب على السؤال اللي أنت سألته، وعارف ان الحلقة دي هيكون فيه هجوم من ناس كتيرة غير متخصصة وغير فاهمة للموضوع بالمرة، وهيكون مجرد هجوم عادي كده وهمي، محدش يقدر يتكلم بصورة علمية ولا يجيب دليل علمي يثبت بيه الكلام ده. فالاخواتنا مفتشين الاثار المتخصصين، مفيش حاجة اسمها زئبق احمر. ده اجابتي على سؤالكم. الحلقة الجاية بإذن الله تعالى هنتكلم في موضوع شائك اكتر من الموضوع ده، وهنجاوب على سؤال تاني شائك اكتر من الموضوع ده قبل ما نبدأ نتكلم في مجريات الدورة، ونتكلم عن التفريق بين الآثار اليونانية الرومانية اللي هيكون موجود معاكم فيها قبل ما يبدأ زمايلنا إن شاء الله يتكلموا في الآثار القبطية والإسلامية واللوحات الزيتية وكل حاجة إن شاء الله بإذن الله تعالى تخص الآثار اليونانية والرومانية والإسلامية والقبطية، هيتم الحديث عنها بشكل مفصل جدا جدا. ولو في اي حد ليه اي طلب او اي سؤال احنا تحت امركم، سواء على القناة هنا او على قناة مانيت من السمنودي او على صفحة مانيت من السمنودي على الفيسبوك. اتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان احنا ننال اعجابكم، وان شاء الله باذن الله تعالى بعد الدورة دي ما تنتهي هيبدأ زميلنا الاستاذ محمد حسن جابر في دورة اللغة المصرية القديمة على صفحة مانيت من السمنودي وعلى نفس القناة هنا وعلى قناة مانيت من السمنودي كمان، بداية من يوم 1/2/2019. وبداية من يوم 1/4 إن شاء الله بإذن الله هتبدأ مجموعة من اللغات الأجنبية، دورات للمبتدئين الإنجليزي وألماني وإيطالي، وإن شاء الله بقية اللغات إن شاء الله بإذن الله تعالى هنكملها معاكم زي ما كملنا اللغة الروسية لحد آخر مستوى للمبتدئين، وفي إن شاء الله مستوى كمان للمحترفين هيبدأ قريب. إن شاء الله هنكمل معاكم بقية اللغات واللغات الجديدة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنكملها. لو في اي حد عنده طلب او اي حاجة يتفضل يقوله، يا ريت نشير الفيديو عشان الناس تسمعه. كان معكم الدكتور نزيه سليمان من صفحة مانيت من السمنودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.